بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم في بوضوح. بعيدا عن السياسة وقانون الانتخابات الاخير، ما زلنا نحن في وضوح نهتم بالفقراء والمهمشين البسطاء. امبارح كنا عرضنا تقرير محزن جدا في برنامج واحد من الناس، صورته بنفسي في مقابر زين العابدين في حي زينهم في القاهرة. والحقيقة هو حاجة بعيدة جدا عن الأدمية والإنسانية. الناس هناك من ضيق المعيشة اضطروا ان هم يقسموا الأموات أماكنهم وقرروا يعيشوا في المقابر مع الأموات، وفي بعض الأحيان كمان فوق جثثهم. الناس عايشة زي الأموات، ويمكن كمات الأموات أحسن منهم شوية لأنهم ماتوا وارتاحوا، لكن العايشين في المقابر هم أحياء بدرجة أموات. الحقيقة أول ما اتذاع الموضوع امبارح في واحد من الناس، المحافظ المحترم الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة اتصل بي وأبدأ استعداد لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحل المشكلة. تعالوا نفكركم بجزء بسيط جدا من التقرير اللي ذاعناه امبارح، وبعدها نعود الى السيد محافظ القاهره عشان نشوف هيحل الازمه دي ازاي. احنا النهارده في مقابر زين العابدين في حي زينهم بالقاهره، معاناه كبيره جدا عايشون فيها اسر كثيره، اسر ما لقتش اماكن تأويها ولا منازل تعيش فيها، واضطرتهم الظروف ان هم يعيشوا مع الاموات في مكان واحد، اماكن لا فيها لا ميه ولا صرف صحي ولا كهرباء. تعالوا نشوف الناس في المقابر، مقابر زين العابدين عايشين ازاي. اتفضل. المقبره؟ اه دحوش. دحوش؟ يعني دحوش؟ اه قاعدين سكن جديد. دحوش فين؟ هو ده الحوش بس جاي من المدخل بتاع من تحت. يعني المدفن فين؟ جوه. جوه في اوضه، جوه اوضه بنات. لا المقبره نفسها فين؟ هي ذات نفسها في القلب، في قلب الارض. احنا بنجيلها من بره. اه احنا واقفين عليها. يعني في تحديد هنا اموات؟ اه. انت عامل هنا بقى حمام؟ اه عامل. انت عامله بقى ايه؟ ده بلد يعني عامل ترانش بقى. تخيل حاجه غريبه جدا، يعني لو حضراتكم شايفين احنا هنا في مقبره. دي مقبره وانا واقف تحتيه، هنا في اموات وهنا في اموات. وهنا في اموات وعايشين فوق الاموات في احياء موجودين، وفي حياه عاديه جدا. سبحان الله اختلاط الاحياء مع الاموات في مكان واحد، يعني سبحان الله. السلام عليكم. دي المقبره. ما الحوش فين؟ دي تربه كده بنرفع الحشره وبيدفنوا هنا تحتيها. دي التربه؟ ايوه دي التربه. يعني هنا في اموات؟ ايوه هنا في اموات. وانت عايشه فين؟ عايشه هنا اهو، بننام هنا. الكاميرا بس تصور بعد اذن حضراتكم الزملاء معايا، حد يصور هنا حد يصور هنا. يعني دي اللي حضراتكم شايفينه ده، دي تربه. ايوه. وانتوا بتناموا جوه؟ ايوه. ازاي بقى؟ اوضه فيها سرير حاطين فيها بننام فيها. طب انت يعني شعوركم ايه وانتوا نايمين كده؟ هنعمل ايه؟ امر ربنا. ده ابنك؟ ما بتخافش؟ لا بس بيتكسر من زمان. ما بتخافش من ميتين؟ لا. والله الميتين طيبين. بس قول لي، طب بتتكسف من زمانك ليه؟ عشان انت قاعد في القرفه؟ اه. طب ايه المشاكل هنا؟ قول لي. حضرتك زي ما انت شايف يعني هم بيجوا اصحاب الحوش ممكن يخرجونا، اقول عايزين حوشنا. طب انا معرض، انا مش شايف لي في حمام هنا ولا حاجه. لا حضرتك انت عامله بقى عامله حمام؟ برميل برميل. اه يعني مفيش حمام؟ لا اه مفيش صرف، مفيش صرف صحي. يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني مين يصدق هذه الحياه؟ مين يصدق ان مواطن مصري في عام 2014 عايز هذه الحياه المتدنيه، الحياه دي، الحياه القاسيه، الحياه الصعبه دي؟ مقبره؟ مفيش حمام؟ اقول ايه؟ ننزل في الجامع. حسبي الله ونعم الوكيل. واحنا قاعدين فوق من بتناموا ازاي؟ اهو ده مدفن. ايه؟ مدفن اولاد؟ اه. انا لله وانا اليه راجعون. هم لما يحبوا يدفنوا حد تاني يدفنوا ازاي؟ بيدفنوا، بيشيلوا المنزل، بيفتحوا المنزل من هنا وينزلوا الناس. عايزه ايه؟ نفسي. انت عايزه في ايه؟ نفسي ربنا يكرمني فيه. اه انتوا برضو ميتين برضو، عندك حق، انت قلتي كلام صح. احنا نعتبر ميتين يعني، عايشين مع ميتين واحنا كده ميتين برضو. ايه يا امي انت عايشه هنا برضو؟ لا
الارض مقبره هنا؟ مقبره مكسوره. بص دي مقبره واقعه. يعني ايه؟ السقف بتاعها واقع، واقع الميتين. في ميتين جوه هنا؟ في ميتين تحت الزباله دي وتحت التراب دوت، صحابها مستقلين عنها. يعني تحتيها هنا اهوت في زباله، دي الزباله اللي تحتها ميتين. صور اهو وشوف تحتها ميتين؟ تحت الزباله دي في ميتين. يعني هنا لو شلنا الزباله، لو نزلت دلوقتي وشلت لك الزباله دي هتلاقي ميتين تحت الزباله دي. مفيش حد بيسال. ده انا شايف ان الميتين بقوا خلاص هم يتحولوا الى ماء للزباله. طبعا ده المنزل بتاعها من هناك، النزله بتاعتها من تحت من هنا. السلالم بتاعتها ايه قدام حضرتك اهي. بص السيوخ الحديد بتاعتها واقعه، مفيش حد بيسال. لا تعليق. زي ما حضراتكم شايفين الزباله دي تحتها جثث. جثث تحتها ميتين. اقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. قدمت لكم بالصوت والصوره حياه اسر مصريه محترمه عايشين هنا في مقابر زمن. ناس لا حول لهم ولا قوه، الظروف اضطرتهم ان هم يعيشوا في المقابر. لا عندهم لا ميه ولا صرف صحي ولا كهرباء، حتى اولادهم اغلبهم متسربين من التعليم عشان ظروفهم الماديه الصعبه. واللي بيتعلم ما بيتعلمش، واللي عايش اكنه مش عايش، والميتين عايشين معاهم ميتين تانيين لكن بيتنفسوا. يا ترى الدولة هتتحرك ولا هنقعد نمصمص شفايفنا ونقول يا عيني وبعدين ما نعملش حاجة؟ أنا منتظر مسؤول عنده ضمير يتحرك وينزل هنا هذه المساكن في مقابر زين العابدين ويحل مشاكل الناس. الناس دي كلها مشاكلها بسيطة، عايزين سقف يقويهم وغطاء يتغطوا بيه ولقمة نظيفة وعلاج ومدارس لأولادهم. دي مطالب صعبة ولا سهلة ممكن تتحقق في عام 2014؟ ألقد بلغت؟ اللهم فاشهد واشكركم جدا. زي ما حضراتكم شفتوا يعني الناس عايشين فوق المقابر، يعني مش بس جنب المقابر. يعني زمان كانوا بنشوف دايما الناس لما تروح المقابر يعملوا اوضه بره المقابر عشان يعني في الاعياد يلتقوا فيها الاسر وبيزوروا المقابر. لا ده هنا الناس عايشين فوق المقبره. عموما بعد اذاعه التقرير الحقيقه وكعادته دائما هو دائما متحرك ودينامو في تعامله مع مشاكل وقضايا المواطنين، مش فقط لما اصبح محافظ للقاهره لكن كمان لما كان محافظ الفيوم. لنا معه تجارب عديده ممتازه. على طول اتصل بيا المحافظ المحترم الدكتور جلال سعيد محافظ القاهره وهو معانا على التليفون عشان نسمع منه حل لهذه المشكله. مساء الخير معايا المحافظ. اهلا يا عمرو بيه. اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك يا فندم. سيادتك شفت الموضوع طبعا بتاع السكان اللي عايشين في مقابر زين العابدين في حي زينهم يا فندم، هل هناك حل يعني يعيد هؤلاء أدميتهم؟ ان شاء الله باذن الله. انا عاوز اقول لسيادتك الاول، انا بحيي طبعا سيادتك واحيي كل الساده المشاهدين الكرام، وعاوز اقول ان انا يعني التقرير بالفعل يعني يوري مشكله مهمه جدا موجوده في مصر. يمكن سيادتك خدت بالك من الكلام، كان في احد السيدات بتقول انا هنا من 40 سنه و50 سنه. مظبوط. لان بصراحه هي دي بدايه دي الظاهره اللي كانت موجوده في مصر، وكان الكل بيتحدث عنها سكان القبور، ثم اتت قضيه العشوائيات بالضخامه اللي هي بيها فغطت على هذه القضيه وخلت الناس نسيوا قضيه اللي بيسكنوا في القبور. نعم. احنا اعتقد عندنا ما لا يقل عن 200 الف بيسكنوا في القبور، في المقابر، سواء في المقابر يعني سواء مباشره سكان الاحواش او من اللي بيسكنوا في مساكن بتتخلل المناطق اللي فيها
الاحواش، ودي ظاهره مهمه جدا اعتقد، وانا شايف انه حان الوقت ان احنا نعمل فيها شيء. واضح جدا الصعوبه البالغه اللي بيعيش فيها. هتعملوا ايه يا فندم ان شاء الله؟ والله شوف، انا اول حاجه على عوض سيادتك ان انا قريبا جدا خلال ايام لازم اروح ازور هذه المنطقه. هتنزل بنفسك سيادتك؟ هتروح المقابر هناك؟ ان شاء الله باذن الله. نعم. باذن الله. وبعدين انا برضو خلال يوم او اثنين انا هبعت فريق عمل كبير. نعم. عشان يبحث هذه القضيه ويشوف الظروف المعيشيه الصعبه واللي يمكن التقرير بتاع البرنامج اوضحها، وان شاء الله هيكون لنا تصور خلال اسبوع او اثنين كيف سنتعامل مع هؤلاء المواطنين اللي بيسكنوا في هذه الظروف الصعبه في مساكن زينهم. تعرف سيادتك انه طبعا احنا طبعا عندنا هذه المنطقه وعندنا مناطق ثانيه في القاهره، في الخليفه ومشيط ناصر وفي وسط القاهره، مجالات المناطق المقابر القديمه اللي موجوده في القاهره. لكن خليني اقول يعني انه زي ما قلت انا من شويه انه ان شاء الله باذن الله خلال 48 ساعه يبقى في فرق عمل هتنزل من محافظه القاهره عشان تعمل مسح كامل لهذه المنطقه وللظروف المعيشيه اللي موجوده، ولابد يكون عندنا يعني افكار سريعه جدا للتصدي ل يعني كيفيه تحسين البيئه اللي بيعيش فيها هؤلاء المواطنين. يعني ممكن جدا يكون هذا التحسين يعني بالضروره يتطلب انتقالهم الى مكان اخر، هو ده اللي احنا هنسعى له ان شاء الله باذن الله. يعني ده شعور عظيم جدا، وده تحرك سريع من سيادتك. اشكرك جدا معالي المحافظ المحترم دكتور جلال سعيد على سرعه التحرك والنزول، وشيء طيب ان حضرتك هتروح بنفسك الموقع ان شاء الله، وشيء جميل انك انت يعني في لجنه هتنزل لحصر الناس اللي هناك، واذا استتبع الامر نقلهم لمساكن جديده سوف يتم نقلهم. انا بشكر جدا المحافظ المحترم الدكتور جلال السعيد محافظ القاهره على سرعه الاستجابه لما اذيع امس ببرنامج واحد من الناس، وده دورنا اللي احنا بنعمله، احنا خدامين للناس، احنا وظيفتنا نخدم الناس، وايضا وظيفه الدوله والحكومه انها تخدم الناس. فانا بشكر جدا هذا المحافظ المحترم الدكتور جلال السعيد، وان شاء الله هنتابع مع سيادته ونشوف الاوضاع ان شاء الله هل اتحسنت وهل تم حصر المشاكل هناك وهل تم نقل الناس بعد ذلك ولا لا ان شاء الله في القريب العاجل. شكرا جزيلا للدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة. قبل ما استقبل ضيفي العزيز الناشر الكبير ونائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين المهندس ابراهيم عالم، خليني اقول لكم احنا كنا اعلنا عن 1000 وظيفة، اعلنا عن تعيين 14 واحد، هقول النهارده في كمان 8 تعينوا وهقول اسمائهم وهتنزل على موقع البرنامج. ابراهيم علي ابراهيم رجب، محمود سعيد ابراهيم رجب، محمد عادل عبد الرحمن، محمد عبد العال قبيسي، امير محمد ابو النجا، اسماعيل احمد عباس، محمد جابر محمد، عمر فتحي علي، وكل هؤلاء استلموا فعلا وظائفهم في بلازا وفي التجمع الخامس وفي الهرم 2 وفي النحاس وفي الرحاب والمهندسين والمهندسين، بنهنيهم. واحنا مستمرين في حملتنا لتعيين 1000 شاب من شبابنا اللي احنا كنا اعلنا عن الوظائف عن 1000 وظيفه، بخلاف 200 وظيفه قدمهم مؤخرا المهندس احمد ابو هشيمه عندما كان ضيفا لنا في البرنامج. بعد الفاصل مباشرة هيكون معانا ناشر كبير المهندس ابراهيم المعلم، هنتكلم معاه في كل الموضوعات، هنطرح عليه كل الاسئلة وهنسأله عن انتخابات النادي الاهلي باعتباره يرشح نفسه رئيسا للنادي الاهلي في الانتخابات التي سوف تجرى خلال هذا الشهر الجاري. بعد الفاصل المهندس ابراهيم المعلم في بوضوح. برعاية انت حياتي يا امل، فراقك والموت واحد، لو تسيبيني تبي برضه. يا راجل انت قاعد تتفرج على الفيلم ومش معبرني بكلمة ليه؟ مش بيش مالك يا راجل؟ اعمل لك شاي؟ ايوه اعملي شاي، الشاي عشان يعدل